مبسوط جدا معاك ومع صديقي عزيز محمد يحيى يوسف متميز طيب. وزي محمد ما بيقول كده بتسخن الدنيا دايما يلا على طول سخنين مصطفى محمد خش يا درويش على طول كده على طول على طول مصطفى محمد واديني فرجاني على طول يلا طيب. باشا قصه مصطفى قصه مشيت على مراحل شويه. مصطفى بدايه العرض الرسمي لنادي الزمالك من فريق سانت اتيان الفرنسي كان يوم 14 ديسمبر. خد بالك انا هديك ارقام وهديك تواريخ واللي حابب يتكلم يتكلم، يعني الموضوع كده بدا يوم 14 ديسمبر في وجود اللجنه اللي كان بيرأسها المغفور لها المستشار احمد بكر. العرض كان مبدئي بدا تدرج العرض لحد ما وصل اول امبارح خامس عرض يوصل نادي الزمالك رقم 5 بقيمه 4.5 مليون دولار زائد 500,000 دولار بونص زياده، وتم رفع النسبه الى 15% من اعاده البيع. ال 4.5 دول هيدفعوا ال 500 مقسمين الى 300 دوري ابطال اوروبا لو سانت اتيان صعد، 100 دوري اوروبي، وال 100 التانيين يبقى الاسيستات والاهداف اللي هيسجلها مصطفى محمد مع الفريق الفرنسي. نادي الزمالك كان يرغب حتى الوقت الاخير ان العرض الرسمي يبقى 5 مليون دولار زائد مليون دولار بونص او زياده اللي هو نتيجه البيع، والنسبه ال 10% اللي كانت معروضه تبقى توصل 15 او 20. في تقارب كبير في وجهات النظر حاليا. في جلسه تمت امبارح ما بين وكيل مصطفى محمد مع الاستاذ ابراهيم عبد الله او المستشار ابراهيم عبد الله بخصوص العرض. الوكيل طلب ان نادي الزمالك يرد على العرض بطريقه رسميه، يقول طلباته بطريقه رسميه من خلال خطاب لفريق سانت اتيان، عشان سانت اتيان برضه بيشوف بدايل وبيشوف مهاجمين تانيين في القصه دي. عايز اقول للناس كمان ان مصطفى محمد اصطحب والده وراح نادي الزمالك وقعد مع المسؤولين في نادي الزمالك وقال لهم انتوا وعدتوني في حال ان العرض يليق بنادي الزمالك يكون في فرصه ان انا امشي. والنهارده الجلسه كان فيها شويه كده ايه عتاب وشويه شد وجذب كده، لان هو مصطفى خلاص مقرر انه يمشي. خد بالك ان العرض ده مقارنة بالعرض اللي وصل من فريق فنربخشة التركي بنص مليون دولار إعارة 6 شهور وأحقية بيع 3.5، ده عرض سانت اتيان أفضل بكتير. خد المفاجأة بقى ودي عنوان. باتشيكو كتب إنه لا يمانع في رحيل مصطفى محمد في حال وصول عرض قوي للزمالك. هو قال أنا مصطفى مهاجم فني كويس جدا وأنا محتاجه وقرب، ولكن طالما ان اللاعب خلاص رغبته انه يحترف وطالما انه حصل على وعد مسبق من مجلس الاداره السابق انه هيمشي بعد دوري ابطال افريقيا، فانا لا امانع. ماضي باتشيكو مضى على ورقه مقدمه لمجلس اداره الزمالك، انا بقول اسماء اهو، انه لا يمانع في اعتراف مصطفى محمد. هي الفكره دلوقتي ان خلاص العرض وصل 5 مليون دولار 4.5 و500 بونص 15% نسبة إعادة بيع. الزمالك يرغب إن العرض يكون 5 مليون دولار كاش أو رقم ومليون بونص و15 تبقى 20. في تقارب في وجهات النظر حاليا، بس الفكرة إن الوكيل دلوقتي محتاج إن الزمالك يرد بطريقة رسمية على فريق سانت اتيان. سانت اتيان عنده 7 ماتشات في شهر يناير السنه دي، كان عنده ماتش النهارده مع باريس سان جيرمان وتعادل، وكان مصطفى محمد يعني كان نفسه يلعب الماتش ده. مصطفى في البدايه كان مبلغ الناس انه هيلعب الماتش ده، ان اول ماتش ليه مع سانت اتيان كان هيبقى قدام باريس سان جيرمان. فهو خلاص يعني فكره الـ 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 البيان اللي طلع من نادي الزمالك النهارده بخصوص عروض الاحتراف ويوي، هو الفكره كلها مش عشان خاطر مصطفى محمد، هو عشان في أدوار خفية بتلعب من أصحاب مصلحة، شركة تسويق كانت أو تابعة لأشخاص كانوا يعملونها في الزمالك، فهم فهموا إن في ضرب في استقرار الزمالك في القصة دي.
فانا بقول لك انا شخصيا معلوماتي او ما اعلمه ان مصطفى محمد مساله وقت في الزمالك خلاص. يعني مصطفى يخلص. محمد في يناير ممكن يكون في سانتيز يعني. انا بقول لك يعني وجود نسبه رحيله في في يناير ده بالنسبه لي انا حسب ما اعلمه تمام تفوق 70%. طيب نروح